اهلا في ايجي جيمرز. احنا النهارده نفتح كل الشيس اللي موجوده في الجيم، من كراون وفري للماجيكال سوبر ماجيكال وليجندري وايبك كله، وكمان هنفتح تشالنجز. ومعايا دانيل صاحب الاكونت محظوظ الجدو كل الحاجات دي. اهلا بيك. ايش ثانيه نروح نفتح سوبر ماجيكال اهو، نفتح الفري تشيست اللي ما يكونش جيمز. ماشي، في التاني. بالمناسبة لو الفري تشيست طلع جواه تلات، يعني تلات صور والتانية ما كانتش جيمز، بالأخير بيكون يا ايبك يا ليجندري. وفي مشاكل الفيديو بس يا ريت ما يكملش. يلا كمل الماجيكال تشيست. سبع صور عادي، 14 باربيريانز، 3 من بيكا، 5 جاينت، 46 مورتر. طيب كده الرير والكومن خلص والايبك. يا سلام، سباركي سباركي. ماجيكال تشيست تسلا و مورتر فيرنس ويزرد. كده خلاص فاضل غير الايبك سكيلتون ارمي. يعني ماشي، مش وحش. افتح الجوينت. الجوينت كمان تشيست لو طلع جواه اربع صور بنسبة 100% الاخير بيكون ليجندري. نفتح سوبر ماجيكال. اي انلوك الريج. فالكري فيرنس باربيريان هات بام تاور. كده الرير خلص. ايبك 13 مير. حلو كده. هنفتح الليجندري بعد دول الفري تشيست اهو. فيرنس تاني، مينينز، جاينت، تلاتة برضو. هي الفلوس بتاعته حلوة، مش مهم بقى الكروت اللي جواها بالظبط، بس المستشفى يعني حلوين. يعني انت هو التسلا بتاعتك انت مش رافعها خالص؟ لا، ما بحبش استخدمها بصراحة. دي كم من اتنين؟ وان توم ستون وان ماس كتير. لما يا جماعة بيطلع لما يكون في تشيست كبير ويطلع الكروت لوحدها واحد بس، يعني صورة واحدة كارت واحد، نسبة الليجندري في الآخر بتبقى ضئيلة جدا، بس بتبقى ممكنة بس بتبقى قليلة أوي. كده فاضل الإيبك تسلا بس. تاني، تسلا بتحبك، سكيلتون أرمي بيحبك. ما بحبهمش. نفتح الإيبك. إيبك تشيست برينس. حلو، ثلاثة بيكا ما برينس بحبوش. برينس أكتر من أكتر إيبكس بحبها. جاينت سكيلتون من أكتر الإيبكس بحبها بقى. حلو أوي. أربعة نفتح كراون. كرام 500 جولد، 2 جيمز، 9 ارز. طيب كده في الاخر ايبك او ليجندري لان الرير خلص والكومن. طيب دارك إيبك. برينس. دارك برينس. فاضل شيستين ماجيك. كانون 50 كانون، 8 ميجا مينيونز. ميجا مينيون انا انصحك تستخدموه، من احسن الكروت دلوقتي. اتنين جولد ميجا مينيون فعلا. مش فاضي غير الليجندري تشيست. يا مسهل يطلع حاجة اللي انا بحبها. ايوه لامبر جاك. الحمد لله. يس الحمد لله. حلوة قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل. ما تنسوش سلام سلام. يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم. ولو ما عملتوش اديكم بجد. ياك بقى حد يعمل ديسلايك. ماشي. تقريبا التسجيل ده ما اشتغلش. طيب. وقف لغايه فين بقى؟ ايه ده؟ هو التسجيل شغال؟ انا مش عارف. يلا يا رب. سلام سلام.